استمراراً باهتمام مهرجان العالمين بكافة الأذواق وتحقيق كافة أنواع الفنون ضمن فعاليات المهرجان، سواء كانت الفعاليات الموسيقية أو المسرحية أو حتى الفولكلورية. هنلاقي معانا فرقة مطروح للفنون الشعبية اللي بتتألق في الحقيقة في عروض مهرجان العالمين. معانا دلوقتي سلومة عبد الله، مطرب فرقة مطروح للفنون الشعبية. يا مساء الفل عليك. يا مساء الفل والنور يا فندم عليكم جميعا. يعني على الله على لهجة مطروح الجميلة. يا مرحبتين، ربي يبارك فيك يا رب وكل المشاهدين والمستمعين. الله عليك وعلى يعني الموسيقى. أنا متخيلة الموسيقى بقى تبقى عاملة إزاي، ومتخيلة الأجواء الحلوة اللي أنتوا هتعيشوا فيها مرتدي المهرجان. احكي لي أكتر. الحمد لله. يعني إحنا على فكرة فرقة مطروح طبعا بتخضع للهيئة العامة لقصور الثقافة، إحدى الفرق اللي تنتمي لوزارة الثقافة، ولنا طابع مميز طبعا التراث البدوي، ومعروف طبعا الموروث لما يمسرح في القولي والحركي والموسيقي. القولي اللي هو الشعر، الحركي اللي هو التصميم الحركي، ان تاخذ الحركات من البيئه وتتنفذ على المسرح، تمسرح الحركه. والغنائي بقى اللحن بقى والالحان بتاعتنا المميزه. ما تسمعني حاجه صغيره كده. يعني مثلا نقول واهلا بالجاي مرحبتين، اهلا بالجاي مرحبتين، اهلا بالجاي، ويا مزوق كيف الحوريه، يا مزوق كيف الحوريه، يا لابس من كل الوان ومحني كفه، يا لابس ومحني كفه ومحني كفه، يا ابو دور طوال السب، يا مزي الامل في دفه، يا اللي انباتك في الوديان. طبعا هذه جزء الله من المجروده. الله، احساسك ايه طيب وانتوا في العالمين بتقدموا فولكلور مطروح الجميل، بتقدموا ثقافه وتراث، خليني اقول ليه يعني مش بس مصريين، لمرتادي المهرجان من جميع الدول العربيه او الاجنبيه اللي بيحضروا. طبعا دي ثقافات، والحمد لله نحن يعني مصر يعني دسمه وغزيره بالثقافات الفلكلوريه المصريه الكثيره، ونحن طبعا كبدو الغرب، لان في بدو الشرق والغرب يعني سيناء واحنا، فلنا ثقافات مميزه تميزنا اللحن والقول والكلمه واللحن. فالحمد لله احنا بنشوف ثقافات مختلفه، وهم بيشوفوا برضه الثقافات بتاعتنا والاغاني بتاعتنا والتميز اللي احنا بنتميز بيه من الزي ومن اللحن والكلمه. يعني انتوا لسه يوم الاحد حفلتكم، استعداداتكم ليها عامله ازاي؟ ان شاء الله. لا طبعا احنا جاهزين دايما، لان احنا مثلنا الحمد لله الفرقه مثلت مصر في كثير من يعني المهرجانات الدوليه خارج مصر وداخل مصر يعني. والحمد لله متعودين على الكلام ده، يعني مش جديد لنا يعني، الحمد لله يعني، وتثقفنا وثقفنا يعني الحمد لله. الحمد لله. استقبال خليني اقول الغرب دايما للثقافات المختلفه بيبقى عامل ازاي، او خليني اتكلم عن مطروح بشكل خاص. والله انا يعني ان كان في اليونان مثلا، لما رحت اليونان لقيت ناس بيحبوا المصريين جدا جدا، ولنا طابع مميز الحمد لله. في آلات يعني خليني اقول مشتركه ما بين عزفنا هنا وعزفهم هناك. في الاله المجرونه اللي احنا بنعزفها، اللي هي موجوده في ليبيا وموجوده في تونس وموجوده في المغرب، مع بعض اختلاف النوع المجرونه، لكن هي معموله من البوط. انا شفت في ايطاليا، كنت في اليونان قابلت فرقه ايطاليه معاهم نفس المجرونه بس مش مزدوجه، ثلاثي كمان. فبتاع المجرونه اللي معايا بس كده قال لي يا نهار ابيض كمان ثلاثه؟ امال ايه؟ شفت بقى الثقافات دي موجوده في انحاء العالم، بس لنا احنا التيب معين في الكلمه، في اللحن، اكيد اللحن الخماسي اللي دمه كده تحسي يخلي واحد يتحرك وهو قاعد كده. طب انتوا بتختاروا ازاي اعضاء الفرقه بقى؟ يعني ايه المعايير اللي بتحطوها عشان تختاروا اعضاء الفرقه؟ لا يعني طبعا لازم يكون هو بيتثقف، حتى لو هو لسه يعني العضو جديد لسه لازم هيجي ويتدرب، يبقى في تدريب حركي الاول ويتعلم الحركه ويتثقف كمان موضوعيا. يعني الرقصه دي بتعبر عن ايه؟ المصمم مصممها بتعبر عن كذا، لازم يفهم كذا دي ايه؟ يعني السامر كيف السامر بيندار بكذا وكذا وكذا، طب نمسرح السامر، لان في ناس برضو لازم تفهم هناك فرق بين الفن الشعبي اللي بعبله التلقائي والفن الشعبي المسرحي. المسرحي طبعا بيكون فيه مصمم يعمل استلهام للحركه، ممكن هو يستلهم حركه من واقع البيئه. هنا دور المصمم
يصمم ويستلهم من الحركات ويمسرح الحركة العادية يمسرحها على المسرح. هناك فرق طبعا، المسرح بيختلف وبتكون استعراضية، لكن هي يعني حركات موجودة في داخل البيئة. خليني أقول في مطروح البيئة ومستلهمة. ما ممكن المصمم يستلهم حركة من المشية، المشية فيها شموخ كده، فيها معروف الصحراوي عمره ما يميل ما يطبق أبدا، دايما ماشي في عزة كده وشادد نفسه كده. يعني أنا متحمسة قوي للحفلة دي، لأن هي بتعكس ثقافة مهمة قوي مطروح. يعني احنا بالنسبه لنا البحر الجميل، الشواطئ الحلوه اللي بيقولوا عليها، يعني الميه الشفافه، الميه الفيروزيه. انا فيروزيه، شفت حضرتك شواطئ في اليونان، وشفت في ايطاليا، وشفت في ما فيش زيها والله، ما في زي في مصر والله، ما في زيها. اعلى شويه يعني، اعلى شويه هنا احسن اكيد. طبعا هناك نفس الميه لقيت، بس لقيت الرمله الميه هناك برد، زلط كده مش رمله. احنا الرمله الواحد ينام يتمرمغ فيها يعني. فجميل ان احنا نشوف يعني الثقافه دي والتراث المطروح فيه. اكيد مهرجان العالمين، وده جمال المهرجان، بيورينا مصر في كل، يعني من كل حته في مصر موجود المهرجان، بيعرض لنا ثقافات مصر الجميله والمتنوعه. ما طبعا ما هي مصر ام الدنيا في ايه؟ في كل حاجه يعني. ما في الفن تلاقي التراث متنوع، الصعيدي والفلاحي والنوبي والبدوي، الشرقي والبدوي الغرب، ده كل ده ثقافات مصريه عظيمه، لها كل حاجه لها طابع مختلف. واحنا طابعنا الحمد لله البدوي اللي فيه اللحن الجميل، اللحن حتى الشتاوي، يعني كله رابط الشتاوي اللي قالها الفنان الجميل طلعت زكريا رحمه الله عليه. تعتقد ان زي ما الشتاوي بيقولوها عليه خميسه من قدام، بيقولوها في الافراح يعني. لكن احنا ممكن نقول ايه؟ وعندي عين مغير السيد لا ترقد لا يوم الجيد، عندي عين مغير السيد ترقد لا يوم الجيد. احيانا اروح قايل عليه فيها لفظ انجلش كده، ولا اي هاف ايز مغير السيد لا ترقد لا يوم الجيد. الله عليك. شكرا ليك يا استاذ سلومه عبد الله، مطرب فرقه مطروح للفنون الشعبيه.